وسعيد خليل. يبدو أن عجلة فارسي الفوسفات قد أصابها الصدأ، أو أن الفريق قد أرغم على الانصهار في مرحلة بيات شتوي، رغم أن الربيع باتت تلوح تباشيره. بالأمس كبح جماح الأولمبيك من جديد، ووقفت عقارب عداده عند البياض أمام فرسان زمور الذين واصلوا صحوتهم وخطهم التصاعدي. بالعودة إلى فصول المباراة، فمجرياتها لم توثق لأحداث تذكر، بل أن نسقها كان باردا برودة طقس مدينة خريبكا، رغم أن بكر الهلال أراد أن يبكر بالتهديف ويجدد الوصال مع الأفراح. فاتحي نجم اتحاد الخميسات رد بالمثل، والاستعصاء لغة واحدة. المباراة توصلت بين مد وجزر، محاولة هنا وأخرى هناك، والشباك ظلت عذراء. بكر الهلال من جديد كاد يكسر الروتين ويبدد البياض، لكن العارضة هي الأخرى قالت لا، لتخلص النتيجة للأصفار وتطوى صفحات المواجهة بتعادل طعمه بياض في انتظار مقبل الدورات. نعم، أكيد بأن فريق أولمبيك خريبكا يعني كيضيع بعض النقاط بالميدان بعد الهزيمة ديالو، ولو أنه قدم مباراة كبيرة من فريق الوداد البيضاوي أمام اتحاد الخميسات. يعني شاهدنا مباراة يعني، وهنا كيكون تساؤل حول المستوى ديال الفرق اللي كل مباراة وكيتبين حسب الظروف اللي كتجرى فيها المواجهة. فأولا النتيجة كتعكس كتعكس ربما المقياس ديال المباراة، ثم شيء آخر هو أن أولمبيك خريبكا يعني هاد السنة مغاير للسنوات اللي كنا كنعرفوا عليه، فريق متكامل ما عندوش أسماء كبيرة، إنما تيكون دائما كالأداء ديالو جماعي، وهذا ربما الذهاب ديال بعض اللاعبين اللي هما غادروا الفريق فخلاو ان داك التوازن ما يبقاش في السيروره ديال هذا الفريق، في الوقت اللي انه فريق الخميسات عرف كيفاش ينتزع النتيجه ديال التعادل، يعني باسلوب تكتيكي عادي ربما كيحتاج اسلوب، يمكن بعض الاحيان لو كيختل المباراه يمكن ان نستغل الحضور ديالك، لان سي محمد تيموم كان واحد من اللاعبين اللي كيصنعوا يعني الفرجه وكذا صانع الالعاب وهداف وقناص ديال الاهداف. لماذا يعني هاد اللاعبين ما بقوش عندنا في البطوله الوطنيه؟ اسمح لي، فهذا الشيء ربما خصو وقت طويل باش يمكن نتكلموا عليه. لما بغينا بزاف ديال التيمومي وبزاف ديال بودربالا الان ما بقيناش كنشاهدوا هادشي في البطوله. هذا رجع ربما للموهبه اللي يمكن تقلصت نسبيا، ثم الاجتهاد ديال كل لاعب. يعني احنا في البدايه ديالنا ما كناش احنا نجوم حاضرين بالثقل ديالنا بالوزن ديالنا بالمقومات اللي عطاها الناس يضربوا، ولكن الانسان تيشتغل وتيستمع للمدربين اللي تيمر بهم وتيحاول انه ما امكن انه يسقل الموهبه ديالو ويوصل للشيء اللي وصلنا ليه. فربما هذا اشياء اللي كنفتقدوها الان داخل البطوله، ربما التغييرات ديال التكتيكيه اللي ولات، ربما صرامة في العمل على المستوى القاعده بطبيعه الحال. هذا شيء اللي يمكن يكون مستقبلي واللي كتفرضوا اللعبه يعني في هذا الوقت. فلازم نواكبوا باش نواكبوا المسير الإيقاع اللي هو خارج البلاد يعني على مستوى احترافي، خاصة وأنه الآن تنجدوا بهذا النظام، فأكيد بأنه خصنا العمل القاعدي نعطيوه التأطير الجيد دياله. نعم، نمشيو نتابعوا الآن جوج ديال التصريحات لعبد العزيز كركاش مدرب فريق اتحاد الزموري للخميسات، ويوسف المريني مدرب فريق أولمبيك خريبكا. وكنظن بان الشوط الاول يعني الفريق ديالنا ما ظهرش واحد مستوى جيد، كانت يعني الفريق الخصم لعب بطريقه يعني دفاعيه محضه، ما لقيناش الحلول. الشوط الثاني كان يعني كان فيه متغيرات بشريه اعطتنا بزاف ديال الحلول، مع الاسف ما كانتش يعني فعاليه هجوميه اللي تخلينا ننتصروا اليوم، رغم ان السيطره مطلقه في الشوط الثاني ديال الفريق ديالنا، يعني ما حتى شي فرصه ما عدا يعني ضربه خطا بالنسبه لاتحاد الزموري خميسات. انا سيبي لو جو مي سيتي فولي، انا ريستي ديغيير اون اوبسيرفي لو جو اون سورتي ا 3 4 جوار. On a failli surprendre l'adversaire par pas mal de fois. On a obligé l'adversaire à jouer très long. Khribga, c'est une très bonne équipe. Elle a fait le jeu. Oui, on a subi, certes, mais c'était un choix.